هناك مخاطر اقتصادية، هناك وضع غير مستقر بالشارع. فيعني من هنا جاء الاهتمام أنه لابد أن يكون هناك موفد عربي لمتابعة هذا الوضع مع القيادة اللبنانية، الرئيس فخامة الرئيس، رئيس مجلس النواب، رئيس حكومة تصريف الأعمال والقيادات اللبنانية الأخرى، لكي ننقل لهم جميعا ليس فقط اهتمام الجامعة ودعمها ولكن واستعدادها للعمل لمعاونة اللبنانيين في الخروج من هذه الأزمة، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية. ولكن بطبيعة الحال العبء الأكبر من هذا يكون على عاتق اللبنانيون أنفسهم، لأن هذا بلدهم وهذه الأوضاع تخصهم في المقام الأول، وما الخارج إلا داعم لما يحدث بالداخل من محاولات للحل ومحاولات لتسوية أي أزمات. هناك عدد آخر من اللقاءات سوف يجري في بقية اليوم إن شاء الله. نتمنى بنهاية اليوم تكون الصورة يعني مكتملة لدينا ونستطيع أن نقرر الخطوة التالية في هذا الموضوع. شكرا جزيلا. هو هذا التصور للتحرك في اللحظة الحالية، أنه إذا في شيء آخر يأتي في أعقاب الاستماع إلى الجميع والتعرف على ما إذا كان يمكن لنا أن نقوم بدور في هذا المجال أم لا. شكرا جزيلا.